بعد تزويد انتخابات الرابع ماي، الشروط غير متوفرة للمشاركة في حكومة التوافق، لكن القرار الأول والأخير متروك لمجلس الشورى الذي سيلتئم بعد إعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائية للتشريعيات. هناك تزوير، سنعمل على تحقيق التوافق الحكومي من أجل المساعدة على الانتقال الاقتصادي والانتقال الديمقراطي. للأسف الشديد هذه الشروط لم تتوفر، التزوير عبث بها بكل هذا العبث، فلذلك نحن سنتجه في الوجهة التي حددتها الرؤية السياسية التي عرضناها، بأن نكون في الرواق الأحسن في موقع المعارضة لنستطيع أن نؤطر الشعب الجزائري. التقدير لكل هذا بإذن الله تعالى سيكون في مجلس الشورى الوطني الذي سيجتمع مباشرة بعد إعلان المجلس الدستوري. الحزب الذي بين قوسين يعتبر نفسه فائز يقول بأن مرحبا بالتحالفات، ولكن برنامج الرئيس خط أحمر وهذا لا نقبله نحن. جهته رافع الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم أبو جرى السلطاني على خيار المشاركة في الحكومة، مشددا على أن الحركة تتعامل في مثل هذا الملف مع الرئاسة وليس مع حزب الأفلان أو الأراندي. نحن لا نتحاور في دخول الحكومة مع الأحزاب، مع حزب التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي ومع غيره. نحن نتوجه بمقترحاتنا إلى رئيس الجمهورية اللي الدستور نص الدستور يقول هو الوحيد المخول أنه يشكل الحكومة بالتشاور مع الأغلبية. وفي رده على سؤال الشروق النيوز حول إمكانية أن يفتح ملف الحكومة باب الصراع من جديد داخل الحركة، لا يوجد واحد أكبر مؤسسات مهما ادعى ذلك ومهما أراد أن يظهر نفسه في وسائل الإعلام بأنه له القدرة على التأثير داخل الحركة، هذا كله كذب وافتراء، وكل من فعل هذا الفعل لم يؤثر قيد أنملة في التوجهات التي سارت عليها الحركة في الربع سنوات الماضية. وفيما يتعلق بالتزوير، أكد رئيس الحركة أنه قدم ملفا كاملا للمجلس الدستوري حول التجاوزات التي وصفها بالخطيرة. هذا وسيدرس مجلس الشورى كيفية احتواء غضب القاعدة النضالية كما يقول مقري. الأدلة كثيرة جدا على التزوير، بعضها مصور وبعضها فيه ملفات ستقدم للمجلس الدستوري، كثير منها عمليات بلطجة. في انتظار مجلس الشورى القادم الذي سيشهد جلسات ساخنة بين تياري المشاركة والمقاطعة داخل الحركة فيما يتعلق بالعودة مجددا للحكومة من عدمها، رئيس الحركة وفي سابقة هي الأولى من نوعها يبرئ الأسلاك الأمنية من التزوير.